مظبوط الحكي، مظبوط. قولي ايه؟ مظبوط مظبوط، انا ما بحبه لعمر. اترك السكين من ايدك رجاء جوري، لا تزعلي مني رجاء، جوري لا تزعلي مني، لا لا تبكي. لا تزعلي، لا تزعلي جوري، زياد تزعلي مني جوري. كانت صدمة كبيرة لإله. أعطيه كل يوم حبة من هالدواء. الدواء حل مؤقت مو أكتر، لهيك لازم نلجأ لحل جذري لإله. مثلا نحن فينا ندخله مركز طولي بخانم. تفضلي خلينا نحكي برا. تفضلي. طوليب خانم، دخوله المركز رح يكون أفضل لإله بهالمرحلة. مستحيل، ما رح يصير هيك شي نهائيا. بس البيت ممكن ما يكون لإله وسط مناسب، ممكن إنه يأذي حاله أو أي حدا في حال عصب مرة تانية. تمام، بنرفع مستوى الحماية بالبيت. خالدة، تفضلي ارتاحي. نعم، بتفتشيلي البيت كله من فوق لتحت. كل قطعة ممكن الواحد يجرح حاله فيها بتكبيها، وبالأخص غرفة جهاد بدي تفتشيها كتير منيح. وجيبي 2 قهوة لو سمحتي. أمرك. طوليب خانم، متفهمة موقفك بس جلنار خانم، بدي أخي يكون قدام عيوني ولو شو ما كان يكون. العلاج اللي رح تستخدميه بالمركز استخدميه هون بالبيت. وين في مصيبة بلاقي ينال لفندي فيها، طلع له علاقة بهالمصيبة كمان. بس بابا، ينال شو له ذنب؟ يعني لو أنت محله كنت بتتركه للشاب بالطريق؟ كان يجيبه ويرجعه على القصر، ليش لا ياخده على بيته؟ لا حول الله يا ربي، شو بدي اقول للخانم؟ اوف، والله مليت من هالحالة، حاسة اني رح انفجر وطق. لك اختي بتعرفي شغلة؟ بابا ما رح يحبه لينال لو شو ما عمله. حاجة بقى يا تعبت حاج، انا كمان بدي ضل عم راضي فيهم، حرام هيك. اختي بكفي بك لو سمحتي، بعدين انتي ما بتعرفي بابا. صدقيني صاري ما له ذنب ابنه، انا السبب بكل اللي صار مع جهاد. انا مرقت على البيت مشان جيب شوية اغراض، فيني شوفك لخمس دقايق؟ لا تحكي هذا الحكي هلا جوري، انت مالك ذنب ابدا، جهاد مريض، هو يلي علق حاله فيكي وتطور الموضوع. كل القصة اني كنت ناطرة الوقت المناسب كرمال خبره. ما توقعت انه طوليب خانم رح تقول له كل شيء دفعه وحده وفجأة، بس انا كان لازم اتوقع انه رح تتصرف هيك تصرف اناني لدرجه ما تفكر بصحه اخوها. حاجه تضايقي حالك. ليكي جوري، انا كمان مثلك متضايق كتير على جهاد ووضعه، بس الزعل ما بيفيده باي شيء، لازم نساعده. خلينا نركز على هذا الشيء، انا ومن بكره الصبح رح حاكي معالج نفسي مشانه. جوري. بابا. بنتي انت شو عم تعملي هون؟ كنا عم نحكي عن جهاد ونور. فوتي على البيت. صالح افندي، فينا نحكي انا وياك؟ يلا فوتي على البيت. حاضر بابا. تصبحي على خير توليب خانم. وانتي بخير. تصبحي على خير. وانتي بخير توليب خانم. جهاد تحسن؟ شو قلتي؟ انتي ما بتخجلي لحتى تسأليني هيك سؤال جوري؟ توليب خانم بترجاكي لا تضغطي علي، اللي صار اليوم كان أثره كبير علينا كلنا. بعتذر منك، ما تواخذيني جوري خانم، يعني كرمال حضرتك ما تحكي الحقيقة. أخي جهاد عصب كتير وكان رح يأذيه ويقتله لعمر. لا وكمان كان رح يأذي حاله، بتقليلي ما أضغط عليكي؟ يا الله قديش طلعتي حساسة. بس منيح إنه ما أذى حاله ولا أذى حدا منا. هذا اللي طلع معك هلا أنسى جوري؟ شو كنتي عملتي لو صار شي أخطر من هيك؟ أنا كرمال ما يصير شي أخطر من هيك كنت رح خبره شوي شوي وبطريقتي الخاصة، بس لما حضرتك تدخلتي جننتي بزياده. لك انتي قديشك وقحه وما عندك لا ادب ولا حياه. توليب خانم اسمعيني منيح شو رح اقول.
اللي صار اليوم انا مالي ذنب فيه، انت السبب فيه وانت اللي جننتيه لجهاد. اسمعني صالح افندي، بتمنى انك توثق فيني. انا مشاعري تجاه بنتك ابدا ما انا مشاعر طايشه او عابره. هلا اذا حضرتك ما عندك اي مانع بدي اطلب منك ايدي لجوري. هالقصة مظبطة يا عمر بيك. انتو ما منى عم تسمعي شو عم بحكي؟ قلت لك الغي وخلص. بس توليب خانم، قلنا شهرين ناطرين هالاجتماع، انتي متأكدة؟ ايه متأكدة. بأمرك. اهلين حبيبي. اختي؟ ايه يا عمري؟ هلا بدي اسألك، لما نتزوج انا وجوري وين بدنا نعيش؟ منضل عايشين هون، ما هيك اختي؟ ايه طبعا جهاد، هذا بيتك انت كمان، رح نعمل اللي بيريحك يا عمري، بس لما يجي وقت هالشي. طبعا ومننظم البيت مثل ما بتحب انت، حتى انا كمان رح ساعدك بهالشي، شو رأيك؟ جوري وبس، بترتب وبتنظم كل شي، وشكرا لإلك. بالمناسبة وعرسنا رح نعمله بالجنينة برا، بحب الجنينة كتير مثل ما بتعرفي، وأنا وننفخ كمان بالونات كبيرة، بعدين أنا بلبس الطقم الرسمي وهيك رح يطلع العرس بجنن. ألو جنار خانم. أهلين توليب. طمنيني، نام جهاد منيح؟ ايه نام منيح، ومن شوي بس لحتى فاق، بس هو بعدين طريق يقول لك وافي. قلت لك وهلا بعد اذنك فيني شوف حضرتك اليوم شوي جنار خانم؟ لا والله اليوم